أسعى لأن يكون بلدي ومدينتي في أجمل صورة، وأن يقف كل العراقيين يد واحدة لبناء وطننا. كلمات بسيطة اختصر بها الشاب النجفي حاتم الماضي حلمه لمدينة النجف وللعراق كله. قبل عدة أعوام أطلق حاتم الماضي مبادرة وطني أجمل، بهدف تحويل مكبات النفايات في النجف إلى متنزهات ومساحات خضراء تكون متنفسة للعائلات وتزرع الأمل في نفوس العراقيين. أنا عندي خطة وعندي استراتيجية بعيدة المدى لتحويل شكو يعني أي مكان في مدينة النجف الأشرف من مركب للنفايات إلى منطقة خضراء ومتنفس للعوائل، لأن أكثر عوائلنا محرومة من مكانات متنفس لها ترتاح في الأوقات راحتها. ولأننا في عراق المحصصة والمحسوبية، فقد حورب حاتم من جانب السياسيين في المحافظة، بل إن بلدية النجف حاولت منعه أكثر من مرة من ممارسة عمله التطوعي، غير أنه لجأ إلى فضحهم إعلاميا حتى تراجعوا في نهاية الأمر، ونجح هو في تنفيذ عدد من مشروعات التجميل والتشجير في المدينة. حاتم شاب نجفي قدر يتحدى كل السياسيين الفاسدين الموجودين بمحافظة النجف، وقدر يسوي متنزه من لا شيء. النجف كلها مناطق صحراوية، فحاتم قدر يستغل هاي المناطق الصحراوية اللي ما مستغلة من قبل البلدية، قدر يسويها متنزهات وحدائق، حالة يعني من حال مئات الشباب هو اللي موجودين هنا بالنجف، قدر يسوي شيء من لا شيء. نفذ حاتم الماضي عدة مشروعات ضمن مبادرته، وانضم إليه عدد كبير من الشباب الذين باتوا يرون فيه رمزا للمواطن المحب لوطنه بعيدا عن حسابات الأحزاب والسياسيين. هذا الإنجاز حورب عليه من خاصة من السياسيين أو من بعض الجهات اللي ما تريد أنه تخلي النجف بصورة أجمل، لذلك هو يعني عبر وتجاوز كل هذه المراحل وخلى الناس بظهره وبدأ ينطلق حتى يفتح هذه الساحات الخضراء والمتنفس اللي يكون للعوائل. لدي خطط مستقبلية لتنفيذ المزيد من المشاريع، ليس فقط في النجف بل في محافظات عراقية أخرى، يقول حاتم الماضي، مؤكدا بذلك أن الشباب العراقي قادر على بناء وطنه ورسم طريق مستقبله الزاهر رغم إفساد الفاسدين وصراعات السياسيين.